للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض عبر تطبيق زوم السيد فارس النجار المحلل الاقتصادي. مرحبا بك معنا سيد فارس. الميليشيات الحوثية منذ بداية الحرب تصدر قرارات على حساب المواطن، في قرارها الأخير بشأن منع استيراد الدجاج المجمد في ظل وضع معيشي كارثي متدهور، رأى الكثير من المحللين السياسيين أنه يحمل أبعاد أكثر من كونها أسباب اقتصادية. أنت كيف ترى هذا التصرف اليوم كمحلل اقتصادي تحديدا؟ مساء الخير عليك اخي العزيز وعلى مساء كل الخير. الساده المشاهدين. دعنا نعطي لمحه اولا عن ما هو متوسط ما نستهلكه فعليا. نحن في اليمن ما يقارب 246 الف طن من الدواجن، هناك 161 الف طن من الانتاج المحلي، وهناك 84 الف طن يتم استيراده. طبعا هذا المتوسط السنويه يتم استيراده من الخارج بتكلفه سنويه تقدر ب 149 مليون و500 دولار. هذه هي تكلفة ما يتم استيراده واللي يشكل 84 ألف طن. بطبيعة الحال هذا القرار الذي اتخذه جماعة الحوثي في ظاهره هو يريد أن يحمي الإنتاج المحلي، إلا أن له أبعادا اقتصادية أخرى. يريد جماعة الحوثي من خلال هذه الإجراءات التي قامت بها تحقيق عدة غايات. أولها أن جماعة الحوثي اليوم تريد الإضرار بالقطاع الخاص أو مستوردي الدواجن من خلال أنها تريد إيقاف عملية الاستيراد وتريد إدخال لاعبين جدد في عملية الدواجن المحلية. هؤلاء اللاعبين الجدد في الاقتصاد أو في عملية بيع وشراء الدواجن محليا هي عبارة عن أفراد وكيانات تتبع جماعة الحوثي، تريد أن تدفع بهم في السوق خلال هذه الفترة أو خلال هذه الستة أشهر التي زعمتها. خلال هذه الفترة تريد جماعة الحوثي بأن تحكم سيطرتها بشكل قوي على السوق المحلية، لأن بطبيعة الحال عندما اليوم نتحدث بأننا سنوقف الاستيراد من الخارج، اليوم الإنتاج المحلي وفق الأرقام التي أشرت لها لا يمكن أن تغطي احتياجات السوق، وبالتالي ستخلق حالة من الأزمة وحالة من زيادة الطلب على الدجاج المحلي. هذه الفرصة ستجعل الحوثيين يدفعون بلاعبين جدد أو بأفراد وكيانات للعمل في هذا المجال، وكلهم أفراد وكيانات تتبع جماعة الحوثي، الهدف منها السيطرة على هذا القطاع. أيضا خلال الستة أشهر بطبيعة الحال سيتضرر المستوردين أو القائمين على هذه الأعمال من والمستوردين بالدجاج المجمد من الخارج. بطبيعة الحال اقتصاديا هذه الإجراءات لا تتفق مع إجراءات أو مع المنطق الاقتصادي الذي يجب أن يؤسس لمنافسة كاملة في السوق. اليوم الطبيعي الذي يجب يحصل اقتصاديا بأن يعني لا يتم إقفال عملية الاستيراد بينما يتم تشجيع المنتج المحلي، وتكون هناك خيارات عديدة أمام المستهلكين، والمستهلك هو الذي يختار السلعة أو المنتج الذي يناسبه. إذا أرادت جماعة الحوثي فعليا أن تشجع الإنتاج المحلي فهي كيف ممكن أن تقدم الدعم لمنتجي الدواجن المحليين حتى يقدموا المنتج بسعر تنافسي، وبالتالي يصبح هناك تفضيلات يفضلها المستهلك. أما أن تحدد أنت للمستهلك ماذا يشتري وتمنعه وتمنع التجار من الاستيراد وتقلل عدد الخيارات تحت مسمى بأنك تريد حماية الإنتاج المحلي، فهذا طبعا ليس إلا سوى إجراءات حوثية هدفها زيادة قوة الاقتصاد الموازي التابع للحوثيين وزيادة سيطرتها على القطاع الخاص، وما هذه إلا خطوة سبقتها العديد من الخطوات سواء كانت في القطاع المصرفي أو التجاري لإحكام سيطرة جماعة الحوثي على الاقتصاد في البلد. طيب هذه الخطوات سيد فارس تعددت ولربما تطورت من يوم إلى آخر، كانت لربما تقتصر الميليشيات على القرارات السياسية، اليوم نرى تطور في الجانب الاقتصادي وقرارات جديدة فيه تحديدا، ما هي آثار المستقبلية على المواطن في حال استمرت الميليشيات في إصدارها قرارات كهذه؟ اليوم نحن نتكلم على أن القطاع الخاص يشكل قوة أساسية في البلد، وهناك كثير من العاملين في القطاع الخاص الذين يعيلون ملايين الأسر اليمنية. اليوم تدمير هذا القطاع الخاص يعني فقدان كثير من شرائح المجتمع لمصادر دخلهم، وبالتالي ضعف الاقتصاد الوطني وضعف الناتج المحلي الإجمالي في البلد، وجميع مؤشرات الاقتصاد ستتضرر وعلى رأسها زيادة معدلات الفقر، زيادة حدة البطالة، وكذلك زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي. اليوم كل الخطوات التي تقوم بها جماعة الحوثي هي تستهدف الاقتصاد الوطني بدرجة أساسية، وتجعل اليمن عبارة عن اقتصاد أسود أو عبارة عن اقتصاد موازي فقط تديره الميليشيات، بينما الاقتصاد الوطني الحقيقي اليوم يتضاءل. اليوم أكبر
مثال على ذلك ما يعانيه اليوم الشعب اليمني من على كافة المستويات، ووصول أكثر من 19 مليون يمني في المستوى الثالث من حالات انعدام الغذاء الأمن الغذائي، ووجود أكثر من 20 مليون يمني تحت خط الفقر. هذا يعني بأننا هذه كل ما وصلنا إليه اليوم هو ناتج عن الإجراءات السياسية أو الاقتصادية التي ينتهجها جماعة الحوثي، ابتداء بالسيطرة على المال العام، ومن ثم اليوم استهداف القطاع الخاص عن طريق سلسلة من القرارات هي الهدف الرئيسي الذي سيتضرر ليس فقط القطاع الخاص إنما المواطن بحد ذاته، المواطن الذي أصبح اليوم في مناطق الحوثي سنوات 8 سنوات وهو لا يحصل على راتبه، وتحرمه هذه الجماعة من أبسط حقوقه وهو الراتب، بينما تكتنز هذه الجماعة أكثر من 80 مليار دولار كسبتها كأموال متراكمة منذ الحرب حتى اليوم أمام محدودية الإنفاق العام التي تقدمه تجاه المواطن. كل ذلك بطبيعة الحال يزيد حجم البلد سوءا. اليوم على المستوى الاقتصادي زيادة حدة ظهور بؤر المجاعة في مناطق سيطرة الانقلابيين بدرجة رئيسية كمحافظة المحويت وحجة والحديدة، كل هذه مؤشرات خطيرة تجعلنا اليوم نقول بأن كل الممارسات التي تنتهجها جماعة الحوثي تضرب الاقتصاد الوطني وتضرب المواطن بدرجة رئيسية. طيب، هناك لربما الكثير من وسائل الإعلام تناقلت وثائق تثبت أن الميليشيات أو البنوك في مناطق سيطرة الميليشيات لا تستطيع حتى دفع ما هو مخزون لديها في حق المواطن وإيراداته التي تعود إلى هذه البنوك. هل برأيك هذا تفسير واضح لكل هذا التركيز اقتصاديا اليوم من قبل الميليشيات على القرارات الجديدة وما تقوم به؟ طبعا اليوم القرارات التي اتخذها جماعة الحوثي هي تضرب القطاع المصرفي بدرجة رئيسية. من المعروف أن القطاع المصرفي وخاصة البنوك التجارية في اليمن نتيجة عدم وجود استثمارات حقيقية وعدم وجود إنتاج حقيقي يتجه نحو الاستثمار في جانب التصنيع وما إلى ذلك، فإن معظم استثمارات البنوك التجارية كانت تتجه في شراء أذون الخزانة، وبالتالي 90% من استثمارات البنوك التجارية كانت تذهب في شراء أذون الخزانة. منذ سيطرة الحوثيين على البنك المركزي رفضت جماعة الحوثي دفع أي فوائد على أذون الخزانة المستحقة للبنوك المركزية المستحقة للبنوك التجارية، بل أنها رفضت أيضا إعطاهم أموالهم الحقيقية أو أموالهم الرئيسية التي قاموا بالشراء فيها، وبالتالي أكثر من 90% من هذه الاستثمارات التي كان يستثمر بها البنوك المحلية لدى البنك المركزي عن طريق شراء أذون الخزانة قامت بالسيطرة عليها جماعة الحوثي بالكامل. اليوم جماعة الحوثي ترفض أن تعيد هذه الأموال إلى البنوك التجارية، وترفض بأن تعطيهم هذه الفوائد المتراكمة منذ العام 2016 وحتى اليوم. بالمقابل هناك المحاكم التي يسيطر عليها جماعة الحوثي تصدر قرارات إلزامية لملاك البنوك التجارية بضرورة الدفع للمواطنين. كيف سيدفع المواطنين الأموال للمودعين في ظل أن جماعة الحوثي اليوم تسيطر على أموال البنوك التجارية وترفض أن تعيدها لهم؟ ولعل قانون منع المعاملات الربوية التي أصدره الحوثيين مؤخرا ما هو إلا شرعنة تريد أن تشرعن به قانونيا لعملية السيطرة والاستيلاء على هذه الأموال خلال فترة منذ الحرب وحتى اليوم. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر السيد فارس النجار المحلل الاقتصادي على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.